بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: أرأيت إن إن جاء رجل يريد أخذ مالي، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني هذا سؤال وأداة الشرط وفعل الشرط، الجواب محذوف، فماذا أصنع؟ إن جاء رجل يريد أخذ مالي فما أفعل؟ فما الواجب الذي أو ما الذي ينبغي أن أفعله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال: رأيت إيه مع ذلك؟ قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: أرأيت إن قاتلني، أيضا جواب محذوف. إن أرأيت إن قاتل، أرأيت إن قاتلني، يعني أخبرني يا رسول الله إن قاتلني هذا الرجل الذي يريد أخذ مالي، الجواب أيضا محذوف، فماذا أصنع؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل. المذكور هذا هو دليل المحذوف، قاتله دليل على الجواب المحذوف، أي فماذا أفعل؟ قال: قاتل. ثم قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أرأيت إن قتلني، الجواب أيضا محذوف، فما الحكم؟ إن رأيت قتلي فما الحكم؟ يعني ما هو حالي وما هو حاله؟ قال فأنت شهيد. فأنت شهيد، فأنت شهيد أيضا دليل على الجواب المحذوف. قال إيه بعد ذلك؟ قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: أرأيت إن قتلته فما حاله؟ كيف يكون حاله؟ أيضا جواب محذوف، قال: هو في النار. يعني هذا باب من أبواب الشهادة. الشهادة كما هو معلوم عند أهل العلم هي أنواع، هناك شهادة في سبيل الله وهو من قاتل الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا هو تعريف الشهيد الذي قتل في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا العلماء: يدخل فيها أيضا من قاتل قتالا مشروعا أمر الله تعالى به، مثل قتال البغاة، مثل قتال المحاربين، مثل قتال الصائل كما في هذا الحديث الذي يأتي ليأخذ المال أو ينتهك العرض أو يسفك الدم، فهذا كله حكمه حكم من قتل في سبيل الله، يعني الشهادة. إلا أن هناك فرق بين من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله ومن قتل في قتال البغاة أو قتال المحاربين، كل ذلك
كل من قتل على هذا النحو فهو شهيد، حكمه حكم من قتل في سبيل الله، إلا أن الفرق أن من قتل في قتال الكفار يسمى شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، بمعنى تطبق عليه أحكام الشهادة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي الآخرة هو حكم الشهادة. وكذلك أما من قتل في قتال البغاة أو في قتال المحاربين فإنه يغسل ويصلى عليه، ولكن له حكم الشهيد الذي قتل في سبيل الله فيما يتعلق بأحوال الآخرة. هذا نوع من أنواع الشهادة. هناك شهداء غير هذا وهم كثير، ذكر من هذا الحديث من قتل دون ماله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أخرى من قتل دون أهله ومن قتل دون سيفه فهو شهيد. وكذلك ورد في حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق ومن مات في الهدم ومن مات في سبيل الله. وفي حديث الموطأ ذكر أكثر من هذا، حديث مالك الموطأ من حديث جابر بن عتيك قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي مالك بإسناده وإسناد متصل صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبد الله بن ثابت وقد غلب عليه فناداه فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وجعل جابر يسكتهن، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وقالت ابنته إن كنت لا أعده في سبيل الله فقد أعد جهازه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يعطى على قدر نيته. وقال لهم ما تعدون الشهادة؟ فقالوا من قتل في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة، من المطعون شهيد، المطعون يعني الذي مات بالطاعون، يعني ليس مطعون بمعنى قتل طعن وإنما الذي مات بالطاعون مرض الطاعون، المطعون شهيد، والمبطون شهيد يعني الذي مات بداء البطن، ومن من يخصه بداء معين وهو إسهال البطن، ومن من يخصه بداء آخر وهو استسقاء البطن يعني وجود الماء فيها وانتفاخها، ومن من يعممه في كل مرض من أمراض البطن يموت به الإنسان، المطعون شهيد والمبطون شهيد، والغرق شهيد من مات غرقا، والحرق أيضا شهيد ومن مات حرق، والذي يموت في الهدم يعني ينهدم عليه البيت فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد يعني يموت بالتهاب الرئة والقرح في جنبه، والمرأة تموت في جمع أو جمع أو جمع، والمشهور هو ضم الجيم جمع يعني قد اجتمع ولدها في بطنها وهي حامل، يعني الحامل المقرب التي يعني اكتمل جنينها في بطنها وتموت بسبب النفاس أو بغير ذلك. فهؤلاء عدهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء. والعلماء يقولون هؤلاء يسمون شهداء الآخرة وليسوا شهداء الدنيا، شهداء الآخرة بمعنى أن لهم ثواب الشهداء في الآخرة ويدخلون الجنة، وإن كانت الشهادة منازل ليست كلها في مرتبة واحدة، ليس من قتل في سبيل الله لا إله إلا الله لا شهادته مثل، أو من مات مبطوان وكذا شهادته مثل من مات في سبيل الله لا إله إلا الله، وإن كان يطلق على الجميع اسم الشهادة بمعنى دخول الجنة، لأن كلمة شهيد يعني قيل هي مأخوذة من مشهود له بدخول الجنة، أو شهد دار السلام دخل الجنة، أو من مات في سبيل الله بمعنى أنه يرى من الكرامة قبل خروج روحه
يرى من الكرامة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى يراها في الدنيا قبل أن تخرج نفسه. فأن كل من هؤلاء يسمى شهيد بمعنى مشهود له بالجنة، وإن كان كل منهم منزلة وتختلف عن الآخر. فهؤلاء السبعة ومن وغيرهم أيضا، من قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه ومن قتل دون سيفه ومن قتل دون أهله، كلهم شهداء. وهؤلاء يسمون شهداء الآخرة بمعنى أنه لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، فإنهم يغسلون ويكفنون ولا تعطى لهم أحكام الشهداء من قتل في سبيل الله. ومن قصد من المحاربين، يعني من أتاه لأحد ليأخذ ماله ليقتله أو لينال من أهله أو من حريمه وكذا، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني قاتله، بمعنى الأوامر أو الألفاظ اللي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي على اللزوم، بمعنى أنه لا يجب عليك، ليس واجب عليك أن تقتل، بل لك ذلك، لك أن تفعل ذلك. ولكن العلماء فصلوا في المسألة، قالوا من جاء أحد لحريمه فيجب عليه أن يقاتل دونه إذا كان لا يدفع إلا بالقتل، ومن جاء ليأخذ المال فيجوز أن يقاتل، ولكن إذا أراد الإنسان يترك له أن يترك، يعني ليس لازم عليه أن يقاتل من جاء لأخذ ماله. لكن قالوا بوجوب المدافع عن الحريم، وأما في المال فالأمر جائز الإنسان أن يقاتل له أن يترك. واختلفوا في من أريد للقتل وخاف على نفسه القتل، هل يدفع عن نفسه بالقتل أو لا يدفع؟ اختلف العلماء في هذا. ولكن لو قاتل بمعنى أنه في حال الدفاع، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني دم القاتل في النار والمقتول يكون شهيدا. وهل يجوز، اختلف العلماء، هل يجوز لمن قصد لأخذ ماله أن يدفع المال ولا يقاتل، وإلا لا يجوز أن يعطي المال، لأن هذا إعانة على الحرام، لأن المحارب، هاي المحارب الذي يأتي لسلب المال ويأخذ المال، فإذا كان يدفع بإعطاء المال له، هل ينبغي للناس أن يعطوه المال ويتجنبوا قتاله ويتجنبوا الامتناع عنه؟ الجمهور قالوا أنه لا يعطى المال من أتى محاربا، يعني المحارب هو تعريف كل من يأتي ليأخذ المال أو يأخذ النفس أو ينتهك بقوة السلاح، سواء كان ذلك في البوادي وفي الصحاري أو كان في المدن، كله حكم وحكم واحد على الصحيح. الحرابة ليس شرطا أن تكون في الصحاري، بل يجوز أن تكون الحرابة حكمها أيضا يعني يسري ويجري حتى في المدن، يعني الناس الذين يخرجون بالسلاح وفي الطرقات ويقطعون الطرقات العامة ويقفون السيارات ويأخذون الناس أموالهم وسياراتهم بقوة السلاح، كلهم حكم حرابة، هذه حرابة لا شك في ذلك، كل ما يفعل هذا العمل ويعد محاربا وينبغي يطبق عليه حق الحرابة. ولما قالوا هل يعطى من قصد المال، يعطى المال لتتجنب مواجهته أو لا يعطى المال؟ جمهور العلم قالوا لا يعطى المال، سواء طلب مالا قليلا مالا كثيرا، يعني الناس يطلبون الفدية أحيانا، يعني يأخذ مال أو يأخذ نفس رهينة أو يأخذ كذا ويطلب فدية، يطلب مال ليطلق سراحه أو ليترك، هل يعطى مثل هذا؟ والمحارب هل يعطى المال لتجنب الصدامة؟ الجمهور قالوا لا يعطى المال، سواء طلب مالا كثيرا أو مالا قليلا. والملكية عندهم رأيان في المسألة، رأي يقول إذا كان طلب الشيء القليل يعطى، الشيء القليل لكن الكثير لا يعطى. ومالك رحمه الله في المدونة يقول وإن طلب السلابة الشيء القليل أو الشيء اليسير كالطعام والثياب فأرجو أن أو فأرى أن يعطوه. ولكن علماء المالكية يرجحون ويشهرون في المذهب أنهم يوافقون الجمهور وأنه لا يعطى الشيء القليل ولا يعطى الكثير،
معناتها محارب لا يعطى المال. وسبب الخلاف هل دفع المحارب هو من باب تغيير المنكر أو هو من باب دفع الضرر؟ فمن قال إنه من باب تغيير المنكر قال لا يعطى للقليل ولا الكثير، يعني يجب هذا المنكر أن يسد بابه ولا يسمح بإعطاء شيء له. ومن قال هو من باب دفع الضرر فدفع الضرر فيه سعة، بمعنى الإنسان له أن يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر وهو دفع قيمة المال، وهو وجه ما ذهب إليه مالك في هذه الرواية. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر حاء. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. هذه أيضا رواية أخرى، لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وعنبسة، ولما كان بينهما ما كان، وهو أن عنبسة كان واليا على الطائف وأراد أن يجر عين ماء لأرض له وللولاية، وكانت هناك أرض لعبد الله بن عمرو لآل عبد الله بن عمرو بن العاص، فاحتاج إلى أن يخرق خرقا في حائط عبد الله بن عمرو ليجروا منه الماء، فامتنع ومنع عبد الله بن عمرو هذا لما كان من أمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعنبسة ما كان، يعني لما وجد منهم ما وجد، لما سميها نحاة حرف وجود لوجود، يعني تدخل على جملتين في الماضي تكون الثانية منهما مترتبة على الأولى. لما حضر محمد حضر علي، ولما حضر علي حضر محمد، لما كان من أمر عبد الله بن عمرو بن العاص مع عنبسة ما كان، لما وجد من فعل عنبسة ما وجد، وجد رد فعل لعبد الله بن عمرو بن العاص، وخرج ليعترض وليمنع عنبسة من هذا الأمر، فركب والي اللي هو خالد بن العاص ركب ليحل هذا الإشكال بينهما، لأنه خشي من المواجهة بينهما بالسلاح، أن عبد الله بن عمرو يعني جمع مواليه ليمنع هذا الخرق اللي عمل في حائطه. فخرج خالد بن العاص والنسبة دائما في الرواية لما يذكر العاص الصحيحة من حيث اللغة هي بالنسبة العاصي، وهذا هو الصحيح فيها، ولكن المحدثون اشتهر عندهم وغلب بل كثر عندهم هذا أنهم يذكر العاص ولا يذكر العاصي. فخالد ابن العاص هذا خرج ليسوي هذه المشكلة وليحل الأمر بينهما. وخالد ابن العاص ليس له علاقة بعبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان هناك شبه، يعني ليس هو عمه كما ربما يتوهم، بل كلاهما كل منهما من جهة. عبد الله ابن عمرو بن العاص هذا ابن وائل ابن هاشم قرشي، وخالد بن العاص ابن هشام
مخزومي، فكلاهما ليس ويعني عمه ولا ليس بينهما نسب ولا كذا. فلما حدث هذا خرج الوالي اللي هو والي مكة، لأن الطائف قريبة من مكة، ليقيم بينهم ما يفعل بينهم المصالحة. فأخبره عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مالي فهو شهيد. فأقام الحج عليه ليبين أن له حق في هذا المنع، وليس هو يعني متعديا ولا ظالما. تيسروا للقتال؟ ولما تيسروا للقتال تهيأ كل من عبد الله بن عمرو بن العاص وعد مواليه بسلاحهم وبعتادهم ليخرجوا لقتال عنبسة. وكذلك عنبسة تهيأ، لأن الأمر أصبح فيه نوع من المواجهة. لما تهيأوا لهذا الأمر ركب خالد بن العاص ليحل هذا الإشكال. شيخ يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين حديث الباب وبين حديث كن العبد المقتول ولا تكن العبد القاتل، أو ما في معناه؟ هو فيما يتعلق بالكلام اللي تقدم، اللي هو من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون أهلي فهو شهيد، قال هذا محمول على غير قتال السلطان. يعني إذا كان خرج محاربون يقاتلوا الناس، أو فئة باغية تقاتل فئة باغية، محدثون معظمهم أو جلهم يتفقون على أن هذا الحكم لا يجري على ما يفعله السلطان بالرعية، وإن كان ظالما، ما كان يعني يقيم الصلاة وما كان يعني في عقد الإيمان، وإن فعل ما فعل من اعتداء على أموال الناس أو انتهاك حرماتهم، فلا ينبغي مواجهته بالقتال. وهو ما تدل عليه حديث كثيرة: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وإن جلى ظهرك وإن أخذ مالك، وغيره من الأحاديث التي تبين أن يعني أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. كل هذه الأحاديث تبين أنه عندما لا ينبغي للرعية أن يواجه السلطان بالخروج عليه بالقتال للسلاح، حتى وإن اعتدى وإن ظلم، لأن هذا عدم الخروج عليه وعدم مقاتلته أخف ضررا من الخروج عليه. فالحديث التي تبين أن من قتل دون مالي فهو شهيد دون أرضي فهو شهيد، أكثر العلماء يحملون على أنها في قتال المحاربين وليس في قتال الولاة ولا السلاطين. ولا والأوزاعي له رأي يفرق، يقول: إن كان في الهرج وعدم وجود إمام ضابط الأمور، فينبغي أن يكون الإنسان عبد الله المقتول هذا وقت الفتنة، ولا يكون عبد الله القاتل. يعني في وقت الفتنة هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس ولا يتقاتلوا، لكن إذا كان السلطان يعني قائم والحكم قائم، الإنسان يدافع عن نفسه من الوالي الذي يقصده. لكن أكثر علماء الحديث على أنه يعني ما دام السلطان وما دام الوالي، وإن كان هو ظالما وإن كان مأمورا بالعدل، إذا ظلم يعني له الوعيد الشديد ولا يحق له ذلك، وأنه سيسأل عنه، لكن ارتكاب الأخف الضرر أنه إذا بغى وظلم وأخذ المال فلا ينبغي تنبغي مواجهته بالقتال والخروج عليه. هذا كله من العدوان، لا يجوز للناس أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم، لابد أن يكون أخذ الحق والتظلم ويعني استرداد الأملاك الضائعة، لابد أن يكون عن طريق السلطان وعن طريق القانون وعن طريق الحكم. لأن في وقت الهرج بالاتفاق حتى الذين خالفوا، إذا مسأل وقت هرج وقت فتنة والسلطان غير قائم والدولة غير منتظمة، فإنه لا يجوز أن الناس أن يتقاتلوا، حتى من يعني اعتدى عليك وهو سواء كان ينتمي لجهة من الحكومة أو لغيرها، فلا تجوز مواجهته بالقتال. وهذا هو معنى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل.
وما يجري الآن يعني في غاية الشناعة وغاية الفوضى، والناس عليهم أن يرجعوا إلى عقولهم، لأن لو يستمر هذا الأمر بهذه الصورة والحكومة عاجزة عن فرض الأمن ووجود يعني الناس في مأمن على أنفسهم، وكل من يعتدى عليه يجند بجماعة أخرى ويذهب إلى الجاني ويحرق له بيته ويهدم له بيته، إذا قتل منه واحد يقتل منه ثمانية ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، هذا أمر يعني عواقبه خطيرة ووخيمة على البلد، لأن الدم دائما يعني يدعو إلى الدم. إذا كان الإنسان يستمر في هذه المسألة، الثارات والأحقاد والضغائن تكثر وتتوسع، ثم بعد ذلك يمكن السيطرة عليها تتعذر، ما عادش يمكن السيطرة عليها. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يأخذ حقه بيده، الأحكام والقصاص والأمور هذه كلها وحكم الحرابة وكل الأمور هذه كلها لا يقيمها إلى الحاكم، لا يقيمها للسلطان، لابد أن تكون عن طريق القانون. لا يجوز الناس أن يقتصوا ويأخذوا حقوقهم بأيديهم، حتى في مسألة دفع الحرابة ودفع الصائل، ومن قتل دون مال فهو شهيد ومن قتل دون عضي فهو شهيد. قالوا العلماء قيدوه بقاعدة معروفة مشهورة: الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. يعني المحارب إذا كان هو مقبل عليك وما عندك مفك منه وما عندك مهرب منه، إما أن يقتلك وإما أن تقتله إما أن يأخذ مالك، فهنا يجوز لك أن تدافع نفسك في تلك اللحظة. لكن لو أعرض عنك وترك وضع سلاحه، حرام عليك، لا يجوز لك أن تتبعه ولا أن تلاحقه. فالأمر إذا ضاق اتسع، إذا ضاق عليك الأمر وما عندكش أي طريقة لأن تدفع عن نفسك فيتسع عليك الأمر لتدافع عن نفسك. لكن إذا اتسع الأمر عليك وهو ترك ولا انصرف وولاك ظهره، فيضيق عليك الأمر، لا يجوز لك أن تلحقه وأن تتابعه ولا أن تنتقم منه. فمن بالك إذا كان بعد الحادث باليوم الثاني والثالث تذهب إلى بيته وتحرق بيته وتهدم بيته وتقتل أهله وتقتل ولده وتقتل أخاه. هذه جرائم، هذه جرائم ليس قصاص، ولا حق للناس أن يعملوا هذا العمل. ومن يفعل ذلك هو ظالم ويسمى قاتل للنفس، من فعل ذلك حتى ولو كان يعني هو مظلوم في بداية الأمر، إذا ذهب بعد ذلك وأخذ الحق بنفسه وبالغ فيه وقتل ويعني هدد أمن الناس الآخرين، فهو يسمى قاتلا، لأنه إذا كان يريد أن يقتص عليه أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمر وإلى المحاكم، فإذا حكمت له بالحق بعد ذلك من حقه أن يقتص، لا أن يقتص كل إنسان بنفسه، لا يجوز. حتى ولو كان ذلك، لأن هذا هو مع الهرج، هذا هو اللي يتمثل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل كن عبد الله المقتول ولا كن عبد الله القاتل. قال: رأيت إن دخل داري؟ قال: فادخل بيتك، يعني خذ غرفة نومك. قال: كلا، غرف دخل بيتي؟ قال: مصلاك، يعني أخص بقع عليك. ثم قال بعد ذلك، قال عبد مسك على يدي وقال: أن تموت على ذلك. ما أذي له في أن يقاتل. فينبغي للناس حتى لو لم تكن هناك يعني دولة على المستوى العام تقيم كذا، ينبغي لكل منطقة أن يكون فيها جماعة عقلاء يضعوا حد مثل الأمر، مثلا مجالس الموجودة، مجالس محلية، مجالس عسكرية، يجب أن يكون لهم قوة ويكون لهم رأي بحيث يمنع الجاني ويمنع الظالم. لا نكون سلبيين هكذا مجلس محلي ولا مجلس عسكري في كل منطقة يبقى يوالي هؤلاء أو يوالي هؤلاء ويتهادن ويتخاذل، هذا لا يجوز، حرام عليهم. من تولى يأتي الحديث بعد ذلك: من ولي من أمر أمتي شيئا فمات غاشا لهم حرم الله عليه الجنة. وهذا نوع من الغش، إذا كان إنسان ما يعمل لم يعمل جهده، الأمير إذا لم يبذل جهده واجتهاده ووسعه في دفع الضرر عن الناس وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم ودفع الأذى عنهم وإقامة العدل فيهم وإنصافهم وإيصال حقوقهم إليهم، إذا قصر في شيء من هذا ولم يجتهد جهده بكل ما يمكن بكل ما يقدر، فالله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة، فهذه مسؤولية. فينبغي في هذا الوقت الحاضر اللي الآن هرج المرج كاثر والناس يعني في كل شارع في كل منطقة تجد عداوات وتجد تصفيات وحسابات قديمة،
ينبغي حتى تقوم الدولة على المستوى الواسع الكبير أن يكون لكل منطقة فيها مجلس محلي ومجلس شورى ومجلس عسكري أن يجتمع على رأي واحد وقول واحد ويضعوا ثوابت والحكم بالعدل والحق ويضرب على يد الجاني ويد المعتدي وينصر المظلوم. انصر أخاك ظالما ومظلوما، قول ننصره إذا كان مظلوما، كيف ننصره إذا كان ظالما؟ تأخذون على يديه، يأخذ عليه الظالمين ويمنعونهم. إذا كان كل منطقة تعمل جهد في هذا تقل الجرائم ويقل الفساد ويقل الظلم. كل منطقة ينبغي أن تفعل هذا الفعل مؤقتا حتى تقوم الدولة والناس تستطيع أن ترفع قضاياها وحقوقها إلى الدولة والنيابة عندما يكون هناك أمن وقضاء نزيه وحكم وناس تهاب الدولة. لا، لابد كل منطقة أن يكون فيها قوة تمنع هذا الفساد وتحد منه. كذلك التدرج في دفع الصائل، عدم التدرج في دفع الصائل، بعضهم يسارع إلى القتل مع أنه قد يندفع بدون القتل. نعم، أيضا قد الصائل يعني ينبغي أن يدفع بالأخف في الأخف، فإذا كان سن هو تتحكم فيه القائد ذكرت، إذا الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، كل ما تكون لك فرجة أو فسحة في أن تجد منه مهربا وتتخلص منه وتدفع أداه ضرر عنك بأقل من القتل ينبغي أن تفعل. لكن إذا تعين لك ولم تجد شيء إلا هذا، فإن العلماء فصل إن كان من أجل المال فأنت لك الخيار، لك أن تفعل ولا تفعل، إن كان عرض عليك أن تفعل، إن كان عن نفس إذا اختلفوا فيها هل تقتل أو لا تقتل. فالمسألة مسألة القتل مسألة عظيمة جدا، مسألة ليس بالأمر الهين، لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم المسلم من غير حق. يعني ليس كما الناس الآن استسهلوا وتهاونوا الدماء والأمر، يعني أصبح قتل المسلم مثل قتل الذبابة، يعني يأخذ السلاح ويأتي إلى البيت أو يأتي إلى المزرعة أو يأتي لكذا ويقتل ثم يرجع وكأنه لم يفعل شيء. هذا أمر عظيم، هذا أمر فتنة عظيمة، ينبغي الناس أن ينتبهوا إلى مثل هذا الأمر. لكن رد الفعل هكذا ينبغي أن يكون مضبوط بهذه الصورة، لا إنسان يقول هذا ضعف وهذا جبن وهذا خور وكيف يأتيني وتأتي العائلة الفلانية والقبيلة الفلانية والمنطقة الفلانية وتأخذ منا رهينة. يعني الناس يحون بضغائن الجاهلية، لا يزالون ينادون بنداءات الجاهلية وهو الاعتزاز بالجهة وبالمنطقة ونسبة الجبن والخوف إلى هؤلاء الشجعان وهؤلاء. يعني تغيب المعاني الإسلامية المعاني الشرعية حقيقة تغيب على هذه الناس، حتى الخيرين منهم حتى الخيرون منهم وللأسف يغيب عليهم هذا الأمر ويرجعون وينكصون على أعقابهم ويتكلمون بدعوة الجاهلية وباسم الجهة وباسم القبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من يترك حقه عند يعني التحدي وعند الفتنة وعند الإثارة وعند من يترك حقه ويرجع إلى عقله ويرجع إلى رشده، النبي صلى الله عليه وسلم يصف بأنه هو القوي وأنه هو الشديد، لا كما يظنه الناس أنه ضعف وأنه جبن وأنه منطقة الفلانية كيف تتجرى عليكم الآن قسموها حتى المنطقة حتى البلد واحدة قسموها إلى أقسام قبائل، قبيلة الفلانية تجرى مثلا قسموها إلى عدة أقسام، هؤلاء شجعان وهؤلاء ضعاف، كيف الجميع اللي في الجهة الفلانية من الدجور يعتمدون على الجهة الأخرى، فما بالك بالمناطق المختلفة في الشرق وفي الغرب وفي الجبال الجبل وفي السهل. هذا أمر يعني كلها دعاوى جاهلية هذه توقع صاحبها في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوعد من يعني يسير على هذا النهج ويذكر هذه العصبية وينتصر لها ويغضب لها، وهو الشائع الناس يغضبون وينتصروا للعصبية. واضح حتى الخيرون حتى الذين هم على يعني الشريعة وتضم بهم الخير وكذا، عندما يجد الجد تجد كل واحد ينحاز إلى جهته وينحاز ويغضب لها. قالوا من غضب لعصبية ومن غضب لجهوية ولقبيلته حتى ولو كان هو على الحق، ما دام الدافع للغضب له هو العصبية فميتة سوء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من انتصر لعصبية وغضب لعصبية فميتة جاهلية ميتة سوء. فالناس ينبغي أن ينتبهوا إلى مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه، لكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، بمعنى
لما تأتي فيها وجهها وتأخذ وتقتل وكذا، ينبغي الآخرين يرجعوا إلى رشدهم وإلى عقلهم ويتبين هذا الأمر ما يترتب عليه هذا. فإذا كان رجعوا إلى عقلهم وامتنعوا طاعة الله عز وجل واحتسابا لدين الله عز وجل، فيعظم شأنهم عند الله، والله عز وجل يعني يجعلهم الأقوياء وهم الأعزاء وليسوا أذلاء، ليس كما يفهم بعض الناس أن هذا هو ضعف، ولا بل هذا في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزة وهذه القوة. ما تظنون يعني لما سألهم الشديد والسرعة ما تظنون؟ قالوا والذي لا يصرعه الرجال، قال لا، لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الذي ينبغي الناس أن يتحلوا به وأن يتخلصوا من هذه الانتماءات وهذه، لأن هذا أخطر شيء على البلد الذي يقسمها ويبث فيها. وربما أعداء هذا البلد هم الآن ينفخون في مثل هذه المسائل ويحيونها ويجدون لها يعني جذورا يقوونها، وهذه هي الحالقة التي تحلق الدين لما تفسد ذات البين بناء على العصبيات والناس لا ترجع إلى دين الله وإلى حكم الله وإلى شرع الله. هل الحرص على عدم امتلاك السلاح في البيت يصب في الشيء هذا، أن لو الإنسان يخشى على نفسه أن فيما لو حصل له أي شيء ما يملكش نفسه فيحرص على عدم امتلاك السلاح، هل يعني يحقق على شيء زي هذا؟ يحرص على عدم امتلاك ولا على امتلاك؟ على امتلاك السلاح. لا، إذا كان هذا هو يرى أن هذا هو علاج لي فهذا يختلف ربما من شخص لآخر، فهو الإنسان يعني قد يحتاج حناية ليدافع عن نفسه، لكن إذا كان رأى أنه ربما يظلم، إذا كان ملك السلاح ربما يظلم ويعتدي فهذا ينبغي لا يفعل هذا، فهذا ربما يختلف ليس سواء الناس في كلهم سواء. يقول: باب استحقاق الوالي الغاشي لرعيته النار. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه، وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عندما أعاده عبيد زياد بن عبيد الله بن زياد يعني يسمى سفيان يعني، وتبناه سفيان وجعله معاوية رضي الله عنه أخاه. وهذا الرجل يعني اشتهر في البصرة، تولى على البصرة واشتهر بسفك الدماء والظلم، وفعل يعني أفاعيل كثيرة وعظيمة وموبقات ومفاسد، وكان الناس يهابونه ويخافونه، ويعني ما عنده يعني كان هو يعني في مثل الحجاج وأشد من هذا. ومعقل بن يسار كان روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يهاب أن يحدث به في وقت الظلم ووقت قطف الرؤوس وقطح ويعني الإسراف في سفك الدماء، فلم يستطيع، يبدو أنه لم يقدر ولم يستطيع أن يحدث بهذا الحديث في أيام صحته. فعندما مرض مرض الموت زاره عبيد الله بن زياد فسأله، ربما سأله عن حاله وربما سأله الدعاء، فوجد فرصة معقل بن يسار وحدث عبيد الله بن زياد بهذا الحديث، وقال له: لا أعلم أني لا أموت في هذا ما حدثت به، لأنه كان ربما يخشاه ويفتك به، وذكر له أنه ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وسأله قال: لما لم تحدث بهذا؟ ألا حدثتني بهذا قبله؟ فذكر له أنه ما كان ليحدث به لو يعلم أنه يعيش بعد هذا المرض، ولم يصرح بالسبب، ولكن هذا هو الظاهر، لأن
ابن زياد يعني كان شديد الظلم وكان شديد القمع، ولا يقبل لأحد أن يعارضه ولا أن يكلمه في أمر من الأمور. وهذا مثل ما حدث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، زار ابن أبي عامر وكان واليا على البصرة، فزاره أيضا في مرض الموت فقال له ادعو الله لي يا ابن عمر. قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. فذكره بما كان عليه من الظلم وأخذ أموال الناس، وعليه أن يتوب ويرجع ويتخلص ويتحلل من حقوق العباد التي عليه قبل أن يموت، فهذا أنفع له من أن يطلب الدعاء من عبد الله ومن عمر. فنصحه في ذلك الموقف نصيحة كان يأمل أن ينتفع بها. فهذا يعني ما أيضا ما فعله معقب بن يسار عندما طلب منه ابن زياد يسأله عن حاله، فذكر هذا الحديث ليحذره. والحديث يتكلم عن الوالي، والمراد بالوالي ليس هو فقط الأمير رئيس الحكومة ولا الوزير ولا والي المنطقة، ولا بل من كل من تولى رعية، كل من ولي أمر من أمور المسلمين سواء كان صغيرا أو كبيرا، من أصغر عامل في الدولة إلى أكبر عامل، كل من أسنت إليه مهمة، كل من أسنت إليه مسؤولية. وهذا أمر خطير، الناس يظنون أن الأمر والمسؤولية هي فقط على الحاكم أو الملك أو رئيس الدولة، بل كل فرد في الدولة ولي أمرا في المحفوظات، في الخزانة، في أي قطاع يمكن أن يكون حتى حارسا بالباب، كل هؤلاء تولوا ولاية فينبغي أن يعدلوا فيها وأن يعطوا حق الله فيها وأن يحكموا فيها بالعدل بالصفة التي اؤتمنوا عليها. والقوانين التي توضع من قبل الدولة لتنظيم هذه الولايات، ما يصلح وما يجوز للموظف وما لا يجوز وما يجب عليه أن يعمله وما لا يجوز أن يعمله، هذه هي الأمانة التي ألقيت عليهم، يجب عليهم أن يقوموا بها على وجهها، لأن الولاية والوظيفة هي عقد بين الدولة وبين هذا الشخص، وتعاقدت معه الأمة على أن يعطى مال مقابل أن يقوم بهذه الولاية. فهذه الولاية سواء كانت في المؤتمر الوطني العام، في الرئاسة، في الأعضاء، في الموظفين، في أي جهة، في المستشفى، في النيابة، في الصحة، في أي مكان، في الجامعة، في المدرسة، في المعهد، كل هذه ولايات. وكل من تولى أمرا، المدرس وما المدير وما الموظف، هو في عنقه ولاية وفي عنقه أمانة وفي عنقه عقد مع الأمة، يجب عليها أن يطبق على نفسه اللوائح التي يعني تنظم ذلك العمل. فإذا غش في هذا العمل ولم يؤدي ما عليه بالصورة الصحيحة، فهذا الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم يسري عليه، لا فرق بين كبير وصغير، وإن كان المسؤولية تعظم أو الأثار أو العقوبات أو الإثم يعظم بعظم المسؤولية، لكن كل هؤلاء مسؤولون، كل هؤلاء يسمون قد ولوا ولاية، قد ولوا ولاية. من ولي من أمر أمتي شيئا فمات يوم مات وهو غاش لهم، في رواية لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية حرم الله عليه الجنة. والغش معناه ضد النصح، النصح كلمة النصح معناها عظيم، معناها الخلوص، الصفاء، بمعنى تكون مرآة، تكون واضح، تكون عندك شفافية، كل شيءك يبقى على الوجه الأكمل. من قالوا من نصوح العسل وهو تصفيته، أو من المنصحة اللي هي الإبرة عندما تخيط بها الثوب وتجعله بدل ما كان متمزقا ومهلهلا شيئا واحدا. فالنصح يعني يقضي الملائمة والموافقة والصفاء والخلوص، هذا هو النصح، وضده الغش. والنصح كلمة جامعة وكلمة عظيمة، يعني فيها يعني أن تحوز الحظوظ كلها للمنصوح له، كل ما هو يرفع ويزيد من حظه وينفعه ويصلح أمره، كل ذلك يدخل باب النصح. إذا فعلت ذلك نصحت، معنى أنك تشبع لك كل ما يوافقه ويلائمه ويزيد من حظه ومن يعني مصلحته ومن منفعته، فإذا فعلت ذلك تكون ناصحا. أما إذا كان
يعني أعطيته بعض الشيء وتركت بعض الآخر وسترت عليه شيء آخر وقمت بشيء من العمل وتركت البعض وغششت وبعض الأشياء عندك فيها وضوح وبعض الأشياء يعني أخفيتها عنه فلا تسمى ناصحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لله ورسوله ولكتابه. فالنصح معناه ولي الأمر مهما كان في أي منزل درجة من درجات الولاية مطلوب بأن لا يغش الرعية وأن ينصح لهم. ونصح لهم بمعنى أنه يحافظ على يدافع عن أموالهم وعن حرماتهم وعن دمائهم ويقيم فيهم العدل ويقيم فيهم شرع الله عز وجل ويعرفهم بحقوقهم وما يدفع عنهم الفساد والمفاسد ويحمي ديارهم من الأجانب ومن الظالمين ومن الكافرين ومن من يريد أن ينال منهم ويفعل ويوصل لهم حقوقهم ويقيم في بينهم العدل ويفعل لهم كل ما يعني يحقق لهم مصالحهم ويرعى صغيرهم ويوقر كبيرهم ويعني يزوج عازبهم ويرعى مريضهم ويقوم بشؤون الناس كلها كل ما يحتاجون إليه فهو مسؤول عنه. ما دام تولى هذه الرعاية فهو مسؤول عن كل شيء بمعنى يعني يستر عوراتهم ويأمن روعاتهم ويحب لهم ما يحب لنفسه ويحافظ على أموالهم ويتابع المفسدين. هذا كله داخل ضمن مسؤولية الولاية ولاية الأمر والنصح للرعية. وهذا في كل مستوى من الولاية بقدره. مسؤولية رئيس الدولة الأعلى هي أعظم وأوسع من الذي تحته والوزير أيضا أوسع من الذي تحته والمدير العام وكذا وكذا إلى أن تصل إلى أصغر مسؤول وأصغر والي في الدولة. كل هؤلاء مطالبون بهذه بدفع الظلم على الناس وبالنصح لهم وألا يغشوهم. ومن غش في شيء من هذا يحق عليه الوعيد وأن الله عز وجل يحرم عليه الجنة ولا يكون ضمن الفائزين السابقين لدخول الجنة ويمنعه عندما يدخل الناس الجنة. وعلى العكس من ذلك من نصح لهم وبذل جهده وبذل وسعه في إيصال الخير لهم ودفع الظلم عنهم وإيصال حقوقهم إليهم وفعل كل ما يقدر عليه واجتهد وسعه وجهده في أن يقيم فيهم ما أوجبه الله تعالى عليه من أداء الأمانة والحقوق كلها فهذا منزلته عظيمة لا تقدر. الله عز وجل جعلهم المقسطين يوم القيامة على منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني من كان عنده ولاية من هذه الولايات صغيرة وكبيرة وعدل فيها وأقام فيها الحق ونصح الأمة سواء كان في ولاية أو كان يعدلون في حكمهم كان عنده حكم بين الناس أو يحكم بين حتى بين أهله وبنيه وأولاده حتى من فعل هذا في رعيته الصغيرة في بيته هو على منابر النور بمعنى أنه عدل بينهم وربهم التربية الصالحة ومنع منهم الفساد ولم يتركهم للفتنة ولم يتركهم للمعاصي وبذل جهده ووسعه بأن يكون يعني من الخيرين ومن المفلحين ومن الصالحين. من فعل هذا فهو على منابر النور وهم الذين يحكمون في أهليهم ويحكمون في ما ولوا وما ولوا من ولايات. فهذه مسؤولية مسؤولية ولاة الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الكلمة و يهدي ولاة الأمر إلى ما فيه خير الأمة وصلاحها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل
إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قال: وحدثنا أبو غسان البسمعي ومحمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار أو معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. يجهد يعني جهد من باب منع، جهد يجهد يعني يبذل وسعه ويبذل غاية وأقصى ما يقدر عليه لرفع الظلم عنهم ووصول الحق إليه. بعض الأسئلة الشيخ يقول: هل تتبع الأخطاء يعتبر من تتبع العورات خاصة في الفتاوى؟ هذا يعتمد الناس على يعني على نياتها، فمن كان يريد أن يعني يراجع الفتاوى من أجل أن يصحح أو يناصح فالدين النصيحة هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، لكن من كانت نيتهم هو فقط تجريح الناس ويعني نسبة العجز إليهم وتشويه صورتهم للناس هذا يعامل بنيته، فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، ينبغي الناس أن يخلصوا أعمالهم لله إن كانوا يريدوا الخير ويؤجرون عليه، كان يريد أن يعني خصوصا طلبة العلم لابد أن يخلصوا لله عز وجل وإلا لا يوفقهم الله عز وجل. العلم نور، لابد يعني إنسان يعني يتخذ في سبيله كل ما يرضي الله عز وجل من إخلاص النية والتجرد والعمل لمرضاته، فالله تعالى بارك لطالب العلم إذا كان اتجه هذا الاتجاه، وكان غرضه هو النيل من أهل العلم ولمزهم وغمزهم وتجريح فلان وتسفيه فلان، فهذا أمر غير جائز شرعا ولا يوفق صاحبه له، يبقى دائما مشغول بهذه الأمور وينشر العلم، يصرف الله عز وجل عن طلب العلم ويبقى هذا هو يعني مدى علمه ما لا يتجاوزه. عم يقول: امرأة تسكن في بيت مغصوب وتقول: لا أخرج منه حتى تقر الدولة القانون قانونا يلغي قانون البيت لساكنه المعمول به في العهد السابق، فهل فعل هذا صحيح وما حكم الصلاة في البيت المغصوب؟ كل من يعلم أن الملك الذي في يده سواء كان عقارا أو مالا أي صورة من الصور، كل من يعلم أنه أنا من ادعاه له في حق يعني سواء في حد ذاته يعلم أن هذا البيت أو هذا المال هو لفلان مقتنع ويعرف هذا لا يلتبس عليه الأمر ولا يشتبه الأمر، فهذا لا يجوز له أن يبقى فيه لحظة واحدة إلا برضا صاحبه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كانت المرأة تعلم في قرارة نفسها أن هذا البيت لفلان وصاحبه يريده، فلا بد إذا أرادت أن يعني تعيش في البيت بصفة الحلال وتكون صلاتها يعني صحيحة وليست آثمة في كل ليست فقط الصلاة بل كل لحظة الإنسان يقيم فيها في بيت مغصوب أو في مكان مغصوب دكان أو أي مكان ويعلم أن صاحبه غير راض، فكل لحظة هو عاصي، كل لحظة هو آثم، لأن الغصب يتجدد لحظة بلحظة، يسمى الغاصب في كل لحظة هو غاصب، يعني لا ينتهي، لا يموت الغصب أنه غصب من سنة 94 أو 95 وانتهت، لا، هو كل هذه السنين هو مستمر في الغصب ما دام يعلم. فالإنسان ما دام يعلم أن هذا المكان هو ملكه فلان وصاحبه لابد أن يذهب إليه ويتصالح معه إلى أن تقوم الدولة ويضع معه حل أو يخرج، ما عنده خيار غير هذا. لكن إذا كان هو لا يعلم، بمعنى أنه يعلم أن البيت المغصوب لكن لا يعلم أن صاحبه فلان أو فلان أو فلان ويريد أن يبقى إلى أن تقوم الدولة، فربما يكون هذا له وجه، لأنه هو يعني لا يستطيع أن يسلم البيت لأي شخص، لابد أن يسلمه إلى صاحبه، ولا يبقى أيضا عانى على الغصب مرة أخرى. لكن من يعلم فلا بد له أن يضع حلا قبل الدولة، والدولة لا يحل لها أن تتأخر أكثر في مثل هذا الأمر، لأن هذا من الأسباب التي ترفع
الظلم على الناس، وهذا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقرار الدولة وأمنها، لأن من الله عز وجل ما زال الناس تحاربه بالمعاصي والأثام الكبيرة مثل الغصب والربا والمعاصي والزنا والخمور، ما زال الكبائر هذه ما زالت متفشية بين الناس، يعني يتعذر على الناس أن يصل إلى الاستقرار وإلى الأمن، لأن محاربة الله عز وجل هذه هي أثارها على العباد. فينبغي إذا كانت الدولة تريد استقرار وتريد الأمن يستتب، لابد أن تعين على ذلك بطاعة الله عز وجل. فإذا كان ينبغي القانون رقم 4 هذا أول جلسة للمجلس الوطني الانتقالي، ليس المؤتمر هذا فقط بل المجلس الوطني للتأسس، كان ينبغي أول جلسة فيه أن تنظر في هذا القانون وتلغيه، هذا الواجب الشرعي عليهم، حرام عليهم، آثمون كلهم. كان ينبغي من أول جلسة ملكوا فيها أمرهم والبلد ملكت أمرها وانتهى الظلم وانتهى من وضع هذا القانون، أول جلسة ينظر فيها هي إلغاء هذه القوانين الجائرة، قوانين الربا وقوانين الغصب وقوانين اللي هي ثوابت ليس فيها خلاف بين المسلمين أبدا، حرام قطعي. كان ينبغي هذا، لو فعلوا هذا يعني كان الأمر ربما يختلف عما نحن فيه، لكن الآن لا يزال الآن يعني بعد سنتين وما زال مسائل يعني لم تعط هذه الأشياء أولويات، وما زال ينظر في أشياء أخرى بعيدة كل البعد على التوجه الصحيح. ففيما يتعلق بالغصب، من يعلم أنه غاصب ويعلم صاحب الملك فلا يحل أن يبقى، بل يجب عليه أن يذهب إلى صاحب الملك ويسوي أمره معه. شيخ يقول: هل في حديث عبد الله بن عمرو حجة قوية لعلماء المالكية، إذ إنه استدل بالحديث وأراد أن يقاتل على شيء بسيط ليس فيه مضرة قوية؟ وأراد حديث عبد الله بن عمرو، لا هو هذا جمهور دليل جمهور العلماء، هو جمهور العلماء يقول الإنسان لا يجوز أن يعطي المال للمحارب سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن مالك هو اللي عنده رأي في أنه إن لعبارة في المدونة، وإن طلب السلابة الشيء اليسير كالطعام والثياب فأرى أن يعطوه، هذا قول للمالكية خالف فيه الجمهور أنه يتنازع الشيء القليل، وقلنا هذا مبناه على هذه المسألة هي من باب تغيير المنكر أو من باب دفع الضرر، فمالك في هذا القول رأى من باب دفع الضرر، والضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر، ولكن المشهور عند المالكية هو يوافق قول الجمهور أنه لا يعطى من يريد السلابة ومن يريد أخذ المال والمحارب، لا يعطى من المال لا الشيء القليل ولا يعطى الكثير أبدا. سؤال أخير: كيف يجمع بين هذه الأحاديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ هذا هو الغرض من باب أيضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالناس ليس كلهم يعني كلهم في منزلة واحدة، تختلف يعني درجات الناس في الوقوف مع الحق ونصرته، وكل يعطى على قدر تحمله وقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى في هذا الحديث شيء من تدرج، وكل إنسان يفعل ما يطيقه، لأن هناك من لا يطيق أن يغير المنكر بكلمة الحق عند السلطة الجاهلية، هناك من يقول كلمة الحق، وكلمة الحق عند السلطة الجاهلية ليس معناها أن يقاتل الحاكم، بل يصدع بالحق ويوجه الحاكم ويناصحه ولا يخاف ولا يهاب، وحتى لو مات يرى نفسه أنه يموت في سبيل الله ويريد أن يبذل نفسه في سبيل الله. وهناك منزلة دون ذلك وليست إثما، فمن لم يقل كلمة الحق عن السلطان الجائر وكره الباطل من السلطان الجائر ولكن لم يستطع أن يجاهره به فلا يكون آثما، لأن هذا درجات الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يغير بيده ويستطيع فلم يصرف بلسانه فلم يصرف بقلبه، وما زال حتى من غير بقلبه ولم يرضى فلا يزال في نطاق الإيمان، لكن من يعني وافق أو يعني رضي بالظلم ورضي بالكفر بعد ذلك هذا هو اللي يبقى معاش، خرج من العفو، دخل في منطقة المحذور. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.